رغم أن حمايتها أصبحت مقننة في دستور 2016، كما أن انتهاكها يعتبر خطاً أحمراً مثلما أكده رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ذكرى تأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، إلا أن عديد الأراضي المنتجة تطالها مشاريع طرقات وسكنات ومصانع. بالرغم من دسترة الأراضي الفلاحية إلا وهناك مشاريع. هذه المشاريع يعتقد في بعض الإخوان سواء في الإدارة ولا غيرها بأنها مشاريع قديمة 10 سنوات 12 سنوات، وهي مهيئ لها المكان، لكن مهيئ لها المكان في أراضي صالحة للفلاحة. إذا كانت سكنات أو طرقات أو مصانع أو كذا من هذا القبيل، فعليهم أن يظهروا بها في مكان آخر. رد الاعتبار للأراضي الزراعية وبقدر ما يكون على عاتق الجماعات المحلية، بقدر ما يحتاج أيضا إلى نصوص تشريعية تحدد آليات تأمين حيازتها واسترجاع غير المستغلة منها. في حالة وجود اعتداء على الأراضي الفلاحية فيتدخل السادة وكلاء الجمهورية عبر التراب الوطني، وكذلك الوقوف اليوم نتاعنا حنايا كقطاع كمهنيين وإلا كإدارة نتاع فلاحة اللي تابعين لوزارة الفلاحة، وهو عدم التسامح مع المساس بالأراضي الفلاحية المنتجة. المحافظة على العقار الفلاحي وردع منتهكي الأراضي المنتجة أصبح أكثر من ضرورة، خاصة وأن القطاع يوفر 12.3% من الناتج المحلي الخام للجزائر.